انا بقول حاجه، هل المفروض نتعامل مع مباراه الاهلي وبرشلونه على انها شيء عادي تافه يعني مثلا عشان احد ينبسط؟ لا يعني مباراه تسويقيا شيء عالمي اللي صاير. برشلونه جايب ربطه المعلم من اكبر واحد لاصغر واحد وكله نازل في الملعب، مو واحد جايك وجالس احتياط. حدث مهم، قيمة كبيرة تسويقية فنية، وتجي واحد طب وفريقنا لعب وفريقنا بيلعب وفريقنا، طب يخو دارين ما قلنا شيء. اليوم 13 ديسمبر 2016 الثلاثاء يلعب الأهلي مع برشلونة، ما حخلي الأهلي هو يلعب مع برشلونة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 واروح أتكلم عن مباريات قبل 8-9 سنين، ولا أتكلم عن مباراة بتصير بعد 20 يوم. هذا حدث قاعد ياخذ الفريق الاهلاوي، ياخذه بكامل تفاصيله بكل الزوايا، ياخذ حقه الاعلامي وياخذ حقه. وقيمه كبيره اللي صار اليوم للاهلي، قيمه عالميه. اليوم اسم الاهلي في السوق الرياضي التسويقي اسم له تاثير. الشركه يعني عشان تعرف قيمه الاهلي انت وجماهيريته، الشركه من برا السعوديه، يعني ناس جايين لين السعوديه يبون الاهلي. المباراه برا السعوديه، يعني الله يخليكم تعالوا عندنا والعبوا المباراه، يعني مطلوب الاهلي زي ما انطلب برشلونه. وقاعد تلعب مع برشلونه، يعني ايش تبي اكثر من كذا تسال عنه؟ ولا حتى وبرشلونه نازل لك زي ما قلت لك بالطقم كامل منزلهم لك في الملعب. نتجاهل هالموضوع مره صعب علشان نرضي فلان ولا علان، يعني معليش صراحه، يعني شيء كبير اللي صار اليوم ترى. لا اذا كان عجبك ما عجبك براحتك يعني. لا لا صراحه شوف اليوم واحد يطالع في مباراه الاهلي والله العظيم كذا الواحد قلبه مليان سعاده، يعني واحد فخور. يعني انت عندك نادي سعودي مطلوب بالاسم من شركه راعيه قاعده ترعى برشلونه، يعني ترعى برشلونه، ايش تبي اكثر من كذا؟ انا لو ارعى برشلونه يمكن ما عاد اسلم عليك يا عبد الله من شوفه النفس. راعين برشلونه وجايين هنا ويرعون النادي الاهلي، ولاعبين مباراه جايبين الاهلي وبرشلونه، وشغل كذا فخم ومرتب، وعيالنا نازلين الملعب، وتنسيق وجمال وروعه وشيء زي الحلاوه بصراحه. ويجيك احد يقول لك ليش تفخمون الموضوع؟ نفخم الموضوع؟ الموضوع فخم بدون كوره وبدون اي احد يتكلم عنه. شيء رهيب اللي صار اليوم من الشركه الراعيه الخطوط القطريه وللنادي الاهلي، وقاعد يلعب مع برشلونه. حتى الاهلي شفنا ميسي هنا لما جاء كيف العالم تشقلبت فوق بعض، يعني اليوم قاعد يلعب مباراه، يعني قاعد يلعب مباراه مع اللعيبه في الملعب. حتى